حول جدوى الحوار الاجتماعي ومآله للفريق الاشتراكي. تفضل سيد نايم. سيد رئيس، السادة الوزراء، السادة النواب والسيدات النائبات، السؤال يتعلق بالسيد الوزير بالمآل للحوار الاجتماعي والإشكاليات التي طرحها هذا الحوار الاجتماعي على مستوى المنهجية وعلى مستوى المضمون. الملاحظ هو اتساع رقعة الاحتجاجات، اتساع رقعة التوتر الاجتماعي في القطاع العام وفي القطاع الخاص. نقتسم في الفريق الاشتراكي القلق من هذا التوتر الاجتماعي مع كل الفاعلين الاجتماعيين ومع كل النقابات العمالية، ونسائل الحكومة على الأجوبة التي من شأنها أن تعيد للساحة الاجتماعية نوع من التوازن. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمين، أشكر الفريق الاشتراكي اللي طرح هذا السؤال المهم. أظن بأنه الاتجاه اللي مشات فيه الحكومة هو أولا الوفاء بالالتزامات ديال الحوار الاجتماعي، وخلافا لما يشاع الالتزامات اللي كانت ديال الحوار ديال أبريل 2011 تم الالتزام بها، لا على المستوى المالي ولا على مستوى ديال عدة إجراءات اللي كانت مبرمجة. هناك أمور متعلقة بالتشريع اللي ما زالت لم تنفذ ولا زالت سارية المفعول. ثم ما كاينش جفاء ما بين الحكومة والمركزيات النقابية ولا الممثلين ديال أرباب المعامل. الاتصالات كاينة، رئيس الحكومة جوج مرات استقبل المركزيات النقابية أكثر تمثيلا، مرة مجتمعين ومرة عن انفراد. شخصيا حاولت نستقبل المنظمات النقابية من بعد ما توليت المهمة ديالي، جاو عندي ثلاثة النقابات وجوج النقابات ما جاوش عندي، وهما اللي الآن تيطلبوا أكثر إصرار بالحوار الاجتماعي، تنقول لهم مرحبا. ثم هناك لقاءات تمت مع زميلي السي القروج في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات ديال متعلق بالقطاع العام. رؤيتنا الحوار الاجتماعي هو انه ما تيقتصرش على لقاء ما بين المركزيات النقابيه وممثلي ارباب العمل وممثلي الحكومه، كذلك هذا الحوار خصو يعم في مؤسسات اللي هي كاينه، كاين مؤسسات عموميه، كاين اللجان اللي كاينه في المدونه كتجتمع وباستمرار منذ الشهور الاخيره، ثم اللقاءات اللي تمت مع لا سي جي ام وتعملت فيها تقدم فيها النقاش بلا ميدياسيون في واحد الاتجاه اللي هو مهم ومفيد، وكاين لقاءات اللي خصها تتم في الشعب الاقتصاديه، في المؤسسات، في المقاولات، في الاطار. اذا هذا الحوار هذا ماشي ثلاثي، يقدر يكون ثنائي، يقدر يكون وطني، يقدر يكون جهوي، يقدر يكون على مستوى بعض المؤسسات. في هذا الاتجاه بغينا ندفعوا الحوار، وتنتمناو باش العلاقات الاجتماعيه تولي علاقات راشده، علاقات ديال الناس اللي كيشتغلوا كفرقاء اجتماعيين، تحترم فيها الحقوق، تحترم فيها الحقوق النقابيه، تحترم فيها الحقوق ديال الماجورين، وتحترم فيها كذلك الحقوق ديال المستثمرين. تعقيب سيد النائب. من فيما يتعلق بالمضمون سيد الوزير، هناك العديد من الملفات العالقة على الاتفاق ديال أفريل، وكنعتقد بأنه فيها نقاط لا تحتاج إلى موارد مالية. ما يتعلق مثلا بإلغاء الفصل 288 اللي مازال كيجرم المضربين على العمل، ما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للحرية النقابية، هذه أشياء كنعتقد بأنها خصها حوار، خصها إرادة سياسية. كنلاحظوا بأنه كاين غياب الكثير من الحوارات القطاعية في بعض القطاعات، يجب أن تلتفت كذلك إلى مجال اتفاقيات الجامعية، ما يحدث في اتصالات المغرب. من ناحية المنهجية لابد أننا نوقف على الحكومة لا تزال تتهرب من الحوار الثلاثي اللي كيضم الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ولابد باش نقولوا بأنه هذه الحكومة ما استمرتش في التقليد ديال دوريات الاجتماعات اللي كانت كتنعقد في شتنبر قبيل إعداد قانون المالية وفي أفريل لتقييم الإجراءات. هذا الشيء كله خلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعتبروا بأننا مرينا بسنة بيضاء
من ناحية المعالجة ديال الإشكاليات الاجتماعية. لذلك وبعد أن قادوا مسيرة عمالية كبرى 27 ماي من هذه السنة كيدعيوا إلى يوم وطني الاحتجاج في 8 دجنبير القادم. إذن كان اعتبروا بأنه الرسالة يجب أن تصل وستصل ربما ولا نريد أن تصل متأخرة. كاين حالة احتقان اجتماعي وهناك مؤشرات لقلق اجتماعي. على الحكومة أن تستعيد المبادرة وأن تفتح باب الحوار الجدي الذي ينطلق بمأساسة الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين وينطلق بتنفيذ القضايا العالقة من مذكرة الاتفاق ديال أفريل الماضي. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير تفضلوا. سيد الرئيس الحوار مستمر والاجتماع الأخير اللي كان ما بين رئيس الحكومة والمركزية النقابية كان عشية طرح مشروع القانون ديال المالية أمام مجلسكم الموقر وهذه كان دخل في إطار الاستشارات اللي كانت خصها تكون مع الفاعلين. فيما يتعلق بالأمور اللي ذكرها السيد النائب المحترم الارتيكل 288 هذاك الفصل 288 والاتفاقية 87 ديال الحريات احنا خدامين تنشتغلوا عليها باش على الأقل 87 طرحنا مشكل ديال تنظيم النقابي ديال حاملي السلاح وتنظيم النقابي ديال القضاة اللي بالدستور تيمنعوا من عن باتن. إذن هذه إشكاليات ماشي سهلة ما كايناش إرادة سياسية باش ما نتقدموش في مجال الحريات ولكن إشكاليات قانونية ودستورية اللي خصنا نلقاو لها الحل جميع وتظهر لي يمكن ضفر الجهود في هذا المجال ونبغي نذكركم بأننا مفتوحين على النقاش مرحبا به في أي وقت واحد.